كلية طب القصر العيني ومستشفى القصر العيني صرح كبير جدا في مصر، يمكن من أهم المستشفيات التعليمية الموجودة في مصر، واللي الناس كلها بتلجأ لها لما يكون عندها أي مشاكل صحية، وبتبقى مصدر ثقة دايما كده. يعني يقول لك إن ده أصلي فيها أحسن دكاترة، ده أصل كلهم أساتذة. يعني أنا بقول كده بالحس الشعبي اللي إحنا بنتكلم بيه بينا وبين بعض. في تطورات أو تطويرات وإنجازات مؤخرا ابتدت تحصل في مستشفى القصر العيني، وأكيد كل الحقيقة مستشفيات مصر محتاجة تطوير كبير جدا. ايه اهم الانجازات دي والتطوير اللي حاصل ده ايه؟ دكتور عادل مكين وكيل كلية طب القصر العيني لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة هيقول لنا بقى على اهلا وسهلا التفاصيل. نهارك سعيد. خالد مش عادل، بس انا قلت ايه؟ عادل حضرتك. عادل؟ اه والله بجد. هي لا خالد عادل مكين ده تقريبا مخرج. لا استاذ خالد مكين. منورنا يا فندم. ميرسي يا فندم. نهارك سعيد. هو القصر العيني، انا بس هشيل من كلام حضرتك بقى كام سنه القصر العيني؟ 190 سنه بالظبط. اه مش كده، انا هشيل بس كلمه من كلام حضرتك المقدمه الجميله دي حرفين. من انت قلتي من اكبر؟ لا هو اكبر. قصر العيني انشئ سنه 1827 باوامر من محمد علي باشا كمستشفى لعلاج الجيش المصري. محمد علي لما حب ينشئ الجيش المصري قال لك نعمل مستشفى. وبعدين كان في ابو زعبل 1837 اتنقل مكان اللي هو مكان الفرنساوي دلوقتي كلية الصيدلة. ده كان أول مكان للقصر العيني. القصر العيني فرنساوي؟ لا يعني المكان ده، المكان على الضفة دي من النيل، وكان قصر أحد الأمراء اسمه أحمد العيني باشا. عشان كده الاسم الصح مش القصر العيني، هو اسمه قصر العيني. 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 في أوائل القرن اللي فات سنة 20 تقريبا ابتدى أيام الملك فؤاد اتحط حجر الأساس للمبنى الثاني اللي هو الضفة الثانية من النيل اللي هو القصر العيني الموجود حاليا يعني. وافتتح وانضم للجامعة المصرية جامعة فؤاد الأول سنة 1925. يسبقه فقط كلية الهندسة المهندس خانة قبلها بعشر سنين. عشان احنا كده السنة دي ان شاء الله مئوية؟ لا 190 سنة. 190. احنا عندنا 190 سنة القصر العيني و200 سنة كلية هندسة جامعة القاهرة. هي 190 سنة واحنا بنعد حاليا في القصر العيني احتفالية كبيرة جدا. هتعملوا ايه فيها بقى؟ اولا هندعو الشباب الأساتذة المصريين المغتربين في العالم كله وخريج القصر العيني اللي بره خدوا مناصب إدارية وطبية كبيرة وعلمية. فان شاء الله الاحتفاليه دي لسه ما اتحددتش ميعادها، ونحن نتعشم انها تبقى احتفاليه على مستوى عالمي تليق باسم القصر. حلو قوي، يعني تجيبوا علماء مصر والدكاتره اللي في الخارج باذن الله. يعني السنه دي هيتم الاحتفال ب 190 سنه على انشاء مستشفى قصر العيني. احنا في اخر ثلاث سنين تقريبا حصل تطوير شامل في مستشفيات جامعه القاهره وفي كليه طب القصر العيني. هي بس عشان نبقى واضحين نفرق بين كليه الطب ومستشفى جامعة القاهرة أو مستشفى القصر العيني. المستشفى كيان مستقل وكلية الطب كيان مستقل، في تعاون شديد بينهم وفي وحدات تتبع كل واحدة. مش هخش في مشاكل حاجات إدارية. بس ليه دايما مرتبط في اذهاننا كده ان هي اللي هم متصلين ببعض؟ هم متصلين ببعض، هم لهم عميد واحد. الدكتور فتحي خضير هو العميد ورئيس وزاره المستشفيات. وانا كوكيل كليه طب القصر العيني لخدمه المجتمع دوري في الكليه متعاون مع المستشفيات برضه، فاحنا متداخلين جدا مع بعض. هو بس اقول لحضرتك هو ليه التطوير كان ضروري. من ساعة افتتاحها في أوائل الثلاثينات المبنى القصر العيني نفسه الأساسي لم يطور بجد. تم إنشاء مستشفى القصر العيني الفرنساوي، مستشفى بوريش الياباني، مركز قومي للسموم، مستشفى جديدة لأمراض نساء. كل ده كلام جميل وتم كل ده تابع برعاية الدولة، كل تابع القصر العيني. ولكن احنا عندنا طرقة عبارة عن ثلاث أدوار. تم إنشاء دور رابع بالطرقة دي، هي ثلاث أدوار، طرقة كبيرة جدا كيلو متر و200 1200 متر. فيها أقسام القصر العيني متقسمة إلى مستشفيتين، منيا الإبلي ومنيا البحري. فين؟ جوه القصر العيني نفسه. القصر العيني. واتعمل دور رابع مستشفى المنيا للتخصصي، دي مستشفى علاج بأجر مش مستشفى مجاني. لكن الثلاث أدوار اللي هم بيشكلوا العصب الأساسي، احنا عندنا 6200 سرير، حوالي 4000 سرير منهم. بس هي أصلا القصر العيني مجاني يا فندم؟ طبعا مجاني، بس في وحدات فيها علاج بأجر. مجاني ازاي؟ بس هو الناس كلها بتدفع. لا لا لا، ده انا لو طلعت من البرنامج بتاع حضرتك ده ان احنا
مش عايز اقول المستشفى الوحيده بس المستشفيات القليله جدا المجانيه بنسبه 100% وانا مسؤول عن الكلام ده بيتعمل فيها. هو ده الواقع حضرتك. القصر العيني اللي هي مش الفرنسيه ولا الفرنسيه. بص حضرتك الجغرافيا ملخبطه شويه. معلش احنا عندنا جوه القصر العيني عشان عارف احنا الناس بتروح لا الفرنساوي ده مستشفى لا تتبع مستشفيات جامعه القاهره. ده مستشفى يشتغل فيه اساس جامعه القاهره وكل حاجه القصر العيني لكنها تتبع جامعه القاهره مباشره وهي مستشفى غير مجانيه. دي مستشفى اللي هي القصر العيني الفرنساوي ما لناش دعوه بيها خالص في حديثنا ما بنتكلمش عنها خالص دلوقتي. هو ده اللي انا بقوله بقى. دي تتبع جامعه القاهره مش مستشفيات جامعه القاهره. اوكي وهي مستشفى علاج باجر. باجر ايوه. في مستشفى تانية اسمها مستشفى المانيا للتخصصي اللي هي الدور الرابع من سطوح المستشفى الكبيره دي برضو نفس القسم بس تتبع مستشفيات جامعه القاهره بس علاج باجر. لكن الاساسي في ثلاث ادوار فيهم 4000 سرير الدور الاول الارضي والثاني والثالث دول مجاني. مستشفيات ابو الريش المنيره والياباني دول مجانا. مستشفى امراض نساء دي مجانا. مستشفى امراض بطنه دي مجانا. الجزء المجاني ده زائد طبعا الصرح الجميل اللي اتعمل مستشفى 185 مستشفى الطوارئ اللي يمكن الناس سمعت عنها. دي عايزين نسمع عنها برضه. مستشفى طوارئ في الشرق الاوسط مجانا. مستشفى طوارئ يعني ايه يا فندم؟ يعني اي واحد عنده حاجه طارئه جراحيه او غير جراحيه يفضل عندنا. حادثه عربيه، حروق، انسداد معوي، يعني طوارئ. المريض بيخش مجانا. وانا ادعي ويا ريت اكون كلامي. مين اللي بيكلف الحاجات دي؟ مين بيصرف عليها؟ الجامعه؟ الدوله المصريه بتدعم مستشفيات جامعه القاهره بمبلغ. المبلغ ده من 20 سنه كان يكفي. دلوقتي المبلغ ما زادش والتكاليف زادت جدا. فالمبلغ ما بيشكلش اكتر من تلت احتياجات المستشفيات بصفه عامه. الباقي كله تبرعات. تبرعات الشعب المصري. وتم انشاء الشعب المصري اتبرع كتير قوي رمضان اللي فات ده بصراحه. تم انشاء مؤسسه لدعم الطوارئ خدت حق من الحكومه انها تعرف تلم فلوس رسمي قانونا. واحنا قايمين على التبرعات يعني مستشفى الطوارئ دي بفلوس المصريين. طبعا فلوس تبرعات المصريين. بفلوس المصريين وتؤدي دورها مجاني بنسبه 100%. مش عايز اقول لحضرتك ان ممكن تتعمل فيها عمليه تتكلف في القطاع الخاص 100,000 جنيه مجانا للمريض المصري. وانا بقول ان اي مريض حصل له طارئ شديد معلش وانا هتكلم الكلام ده على مسؤوليتي وانا مسؤول عنه. افضل مكان من افضل جميع من افضل من كل المستشفيات الخاصه في مصر يتوجه الى مستشفى الطوارئ وهيجد احسن رعايه واحسن مكان. الجديد في التطوير اللي بنعمله في القصر العيني ان كانت الخطه برئاسه الدكتور فتحي خضير العميد بتاعنا ان المريض يجد حتى الخدمه الفندقيه الجيده. يعني مش عشان هو مريض مجاني يقعد في مكان سيء التهويه ما فيهوش تكييف. ده فين بقى حضرتك اللي بتتكلم؟ القصر العيني يا فندم. ازاي يا فندم؟ حضرتك انا حضرتك بتتكلم عن خيال علمي. حضرتك انا قاعد انا مش خيال علمي انا لا قاعد خيال علمي طبعا احنا ما احنا انا قصادي النيل اهو. حضرتك بعد ما نخلص اركب عربيتك وروح مستشفى 185. انت بتتكلم على بتاعه الطوارئ. انا بتكلم على الطوارئ. انا بتكلم على القصر العيني. ما انا لسه هتكلم عليه بعد كده. لا يعني انا اعرف ناس اصحابي يعني بعد الشر علينا احنا مش عايزين المستشفيات بس راحوا الفرنساوي نفسها. يا فندم للمره الثانيه ما تكلمنيش على الفرنساوي. الفرنساوي لا يتبعني نهائيا. الفرنساوي انا بتكلم على القصر العيني المجاني. فرنساوي مستشفى تبع جامعه القاهره باجر. اوكي فاحنا لا نخرج من حديثنا ده خالص. ده دي البرنسيسه اللي فيهم يعني. لا البرنسيسه بتاعتنا هي القصر العيني نفسه حضرتك. الطوارئ تم تطويرها وهتعيش بتبرعات الشعب المصري وهتحافظ عليها إن شاء الله. ولا ان شاء الله احنا دور. عندنا بنبتدي فل كده يا فندم. والحاجات بتوصل قلت الكلام الصح. لا طبعا انا بس هقول لحضرتك ان رئيس الجامعه وهو كان من رئيس الجامعه الدكتور جابر نصار كان من اكبر الداعمين لمستشفيات جامعه القاهره. هو جه مره زار القصر العيني الطوارئ فجاه بجد يعني انا نفسي كوجيه الكليه او العميد ما كناش عارفين ومرينا على الطوارئ فجاه وهو شاف مستوى الخدمه بتاعت الناس مستوى الاداء الطبي. هو لو هنتكلم على الفندقه والاستقبال المجاني ما تنسيش ان المكان الوحيد في مصر اللي انا اقدر اجيب لك اساتذه الساعه 3 الصبح من جميع التخصصات بعد نص ساعه هو مستشفى الطوارئ في القصر العيني. في اي مستشفى خاصه ما تقدرش. مش بس كده انا ادعي ان كثير من المستشفيات اللي حوالينا بتاعه وزاره الصحه الطوارئ بالليل فيها شبه مغلقه. فاللي بيشيل طوارئ القصر القاهره بالليل والصبح بالذات بالليل هو مستشفى الطوارئ. لا احنا كمان سمعنا حوادث يعني كتيره جدا ان هم ما رجوش يدخلوا يبقى مصاب وبيموت. ده فين؟ لا في لا مش عندكم في المستشفيات اللي بره يعني. الناس فانا بقول ان يبقى في حاجه مجاني طوارئ محترمه ودكاتره محترمين. في القصر العيني من ايام علي باشا ابراهيم ان احنا ما فيش مريض يترفض.
لا ده بيرفضوا يعني عشان ما دفعش ديبوزيت فلوس. لا يا فندم مش كده، مفيش مريض يترفض حتى لو احنا اوفرلودد وعندنا سراير كتير. اه مفيش مريض يترفض. طب محترمين احنا في ظرف جداً. على ذكر الطوارئ عشان خلص الكلام عليه، احنا في ظرف شهر ان شاء الله هيفتتح اكبر واسم حروق، وانا هتكلم بصفتي استاذ جراحه التجميل يعني كمان اكبر اسم حروق في الشرق الاوسط موجود في الدور الثامن في مستشفى الطوارئ، وتم تجهيزه تماما بتبرعات الشعب المصري في رعايه مركزه للحروق على اعلى مستوى، في علاج للحروق على اعلى مستوى، علشان بس طالعه موضه كده ان 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 اللي بيعمل مستشفى حروق اصل ما فيش علاج للحروق في مصر. وانت شفت في رمضان الاعلانات اللي فاتت. لا انا بس معلش يعني احنا استقنا جدا في القصر العيني من هذا التوجه. احنا عندنا حاليا اسم الحروق الحالي بامكانياته الضعيفه بيستقبل بالمجان عشرات المرضى كل يوم. اسم 8 في القصر العيني يتفضلوا تعمل لهم اجراءات تجميليه كله بالمجان. حضرتك بقى المستشفى الحروق بتحسق يعني بتضمنوا احقيه الناس؟ لا انا بتكلم عن الحروق الاول، دي طوارئ ما فيش فيها يعني بنعمل عمليات تجميل للمرضى المحروقين دول ببلاش. ومستشفى الطوارئ الجديده فيها الدور الثامن كله هيبقى حروق، هيبقى اكبر مستشفى مجانا بلا دعايه ولا اعلانات ولا زيت الدلع على بنتي ولا الكلام ده خالص. حضرتك تروحي تزوريها بعد شهر هتتفتح. دي بتبرعات برضو بتبرعات دي مجانا 100%. انا بركز كل حاجه في القصر العيني مجانا 100%. طب عايزين نتكلم بقى على القصر العيني نفسه بقى، المستشفى المبنى نفسه بقى بتاع القصر العيني، لان اكيد ده محتاج تطوير في المبنى ومحتاج تطوير في كل حاجه. ده اللي بقاله 80 سنه ما حدش لمسه، اللي هو المبنى الثلاث ادوار دول فيهم اكتر من 4000 سرير، دي تلتين قوه المستشفى اللي هي الاقسام العاديه. اسم الجراحه واسم اسامي البطنه والاسم اسم التخدير 80 سنه ما تطورش خالص. كلها كانت رتوش بسيطه. ف من ساعه ما الدكتور فتحي جت الاداره الحاليه للقصر العيني فكرنا هذا التطوير. التطوير ده كان هيكلف مليارات، حوالي 2 مليار جنيه اكيد، بس هي فكان مستحيل تقريبا ان يقدر حد يدفعها من ميزانيه الدوله او بالتبرعات. فتم في زيارة الملك سلمان الأخيرة لمصر أحد الاتفاقيات اللي كانت قرض من المملكة العربية السعودية بضمان الحكومة المصرية، والقرض ده خدته وزارة المالية وهتموله وزارة المالية، يعني وزارة الحكومة المصرية هي اللي هتسدد القرض ده على فترة سماح كويسة جدا. حوالي فايدة كام؟ معرفش بس قليلة جدا يعني يعني في فترة سماح طويلة، وقرض الفلوس وصلت خلاص البنك المركزي المصري، وإن شاء الله في ظرف. بس مش منح، دي قروض يعني. لا مش منح يا فندم، مش منح. بس لو عشان الناس بتخلط بين المنح والقروض. بس أقول لحضرتك حاجة، معظم اللي جالنا قروض. هو 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 في الآخر وزارة المالية اللي هتسدد، ده قانون قصر عيني لا يقترض، مش من حق قصر عيني يقترض ولا جامعة القاهرة، لكن احنا بندفع، ودي جزء تحت مسؤوليتي الوحدات ذات طابع خاص في القصر العيني، بتدفع 15% من دخلها رسمي قانونا لوزارة المالية مساهمة منها للدولة. فالمبلغ اللي بيدفع ده تقريبا هو اللي ممكن وزارة المالية تاخده تدفعه للقرض السعودي، يعني قرض موجود على صفه قليله جدا. القرض ده عباره عن اجزاء معادية. لا دخل استلمته منه حاجه، ما استلمناش حاجه لسه، هو وصل البنك يعني المركزي مشروع التطوير المفروض وصل محطوط له يبدا الخط... امتى؟ هيبتدي بعد شهور هيتعمل طرح لوجود مكتب خبره عالمي يعمل مكتب خبره عالمي صحي للتخطيط الصحي. يجي يقعد مع كل الاقسام في القصر العيني ويعيد هيكله المبنى. حلو تماما. حلو قوي. على اعلى مستوى ما بقاش فيه، يعني هو القصر العيني اتبنى سنة 32 بأحسن مستوى من وقتها من الإنجليز ساعتها، وفضل بنفس الطريقة. ما بقاش فيه النظام إلا المستشفيات الفيرتيكال دي اللي هي الرأسية التخصصية. هيبقى فيه مستشفى يعني إيه يعني هيتحول المبنى الكبير ده اللي بالعرض إلى مستشفيات بالطول. مستشفى القلب والصدر وجراحاته وبطنته، مستشفى التجميل والعظم، مستشفى الجراحة العامة، وهكذا هيتقسم ويتطور المبنى نفسه. ده جزء من القرض. الجزء الثاني شراء اجهزه على اعلى مستوى لازم. الجزء الثالث ودي حاجه غير مسبوقه، ان هيتعمل وحده كبيره للطاقه الشمسيه والتخلص من النفايات. دي لاول مره تتعمل في مصر. كان عندنا اتنين شباب فل اهو حضرتك يساعدوكم. ما هو افكار مصريه خالصه ومش مكلفه. بالظبط، احنا هنستفيد بقى من كل الافكار دي مع اول ما يجي المكتب الكبير بتاع التخطيط الصحي. ويبتدي ان شاء الله احنا في ظرف سنتين ان شاء الله المشروع اللي انا بتكلم فيه ده باذن الله يكون مكتمل فعلا. وهيبقى فيه زي ما قلت لحضرتك لاول مره المريض المصري المجاني مش بس هياخد علاج على اعلى مستوى اللي هو متوفر حاليا. وبرده انا ادعي ان العلاج في القصر العيني الطبي لا يوجد له مثيل في مصر.
حضرتك. هو بصراحه القصر العيني، سواء القصر العيني ولا عين شمس التخصصي، قيمتهم بصراحه. عين شمس بلاش التخصصي دي برضو، لان عين شمس التخصصي ده الفرنساوي. سوري، بتكلم على مستشفى عين شمس العاديه دي مرداش. هي دي زي عموما المستشفيات اللي هي سواء القصر العيني ولا عين شمس، قيمتهم الحقيقيه هي في الدكاتره. مش كلام، ودي مش بصراحه يعني. والمستشفيات الحكوميه قيمتها في الدكاتره يعني. هو مين اللي بيعالج، مين بيعالج في احسن مستشفى خاصه في مصر؟ مو دكاتره القصر العيني وعين شمس برضه. وبعدين في اشاعه برضه ثانيه احب انفيها تماما، ان القصر العيني، ان القصر العيني يدار بالشباب الصغير فقط. ازاي؟ ده انا عندي الاف العمليات بتتعمل كل سنه، من ادق العمليات ما يعملهاش غير اساتذه كبار. فالاستاذ موجود يعني. انا هطلع من عند حضرتك دلوقتي، هعدي هروح القصر العيني، عندي المرور بتاع اسم التجميل اللي انا ارقصه. هنعمله دلوقتي. وهمر مع الشباب الصغير، مع الدكاتره الصغيرين، هنعلمهم ونشتغل. مش انا بس، انا في 4000 عضو هيئه تدريس بيشتغلوا في القصر العيني. مشكله ان لما بتحصل مشكله صغيره، ده طبيعي لان بيجي لي الاف المرضى، من غير ما نزعل يعني، بتتضخم جدا قد كده. لكن ما بتشوفيش ان في الاف مرضى تانيين بيعالجوا بالمجان على اعلى مستوى علمي. الجديد ان احنا هيبقى على اعلى مستوى فندقي كمان، وارجع اقول لك بالمجان. فانا نفسي نستغل المكان اللي انا بتكلم فيه الجميل ده في نايل لايف، ان الناس تعرف ان اكتر مكان تبرعاتهم ممكن تروح له هي القصر العيني. دي ما فيش فيها نقاش، لان ده هيخدم المريض، هيخدم المريض المجاني بجد بجد، وبيخدم جميع التخصصات. انا بتبرع للحروق والاورام وامراض النساء. وحضرتك بتقول ان هو هيبقى مجاني 100%، هو دلوقتي وقبل كده وفي المستقبل. لا، حتى بعد مجاني. التطوير. بص حضرتك، احنا ما عندناش حاجه اسمها الا، والله انا بتكلم حضرتك بجد، علشان احنا هدفنا المريض الغلبان المصري اللي معهوش فلوس. كل حاجه بتمشي كويس، وطب والناس فاهمه الكلام ده كويس. بس اتمنى ان محدش يصدق الاشاعات، اصل المريض بيتعامل غلط. انت عارف حضرتك، انت بتبقي قاعده في الاستقبال وبيجي لك 500 مريض كل يوم، منهم 150 عمليه. بس هو حضرتك اصلا قلت اللي فيها يعني، هو اصلا المكان بقاله 80 سنه ما اتطورش. ما طبيعي يبقى فيه مهازل بتحصل يعني. هي يعني فكره، مجرد فكره ان انتوا فكرتوا ان انتوا تطوروا، ده في حد ذاته شيء محترم. واعتقد ده مشروع قومي، لان دي مستشفى كبيره يعني. دي واحدة من يعني من طبعًا حضرتك من لو سألتي أي مريض كبيرة، أي مريض في الجمهورية كله هيقول لك أنا رحت القصر بتاع كفر الشيخ، رحت القصر بتاع المنصورة يعني. هو كلمة قصر العيني حتى أطلقت على جميع المستشفيات العامة، لأنه هو العيان في الآخر ملوش غير القصر العيني. لو عايز ياخد خدمة علمية مظبوطة ومبقاش فيها أي انحراف طبي زي اللي موجود في كثير من الأماكن الأخرى في مصر. أنا عايز حضرتك بقى يعني، فكرة التبرعات والقروض والحاجات دي كلها، الدستور المصري المفروض إن هو زود نسب الصحة والتعليم في الدستور، في الميزانية، في ميزانيه الدوله. ده حصل؟ لا، احنا عندنا ميزانيه مستشفيات جامعه القاهره هي اللي بتندرج تحت كلام حضرتك. انا ماليش علاقه بوزاره الصحه. مستشفيات جامعه القاهره الموازنه بتاعتها ما زادتش. وكان من الحاجات اللي الوزاره يعني رئاسه الوزراء اهتمت بيها انها ما تقلش. هي ممكن تقل كمان؟ بس ما زادتش. قد ايه تقريبا يا فندم؟ لا، ما الارقام بالظبط مش حاضره في ذهني دلوقتي. لكنها ما زادتش، لا انا متاكد ما زادتش. ما زادتش مع حجم غلو الاسعار وزياده الاعداد، واحنا مطالبين. لكن هرجع واقول لك ان ودي محتاجين زي ما قلت حاجة نزودها، ان التبرعات على فكره العالم كله في الصحه. طب انتوا بتتعاملوا ازاي مع ارتفاع اسعار الادويه؟ مشكله كبيره طبعا حضرتك. لكن انا مطالب، مش عايز اقول لحضرتك والله لا يعني، لما يبقى مجاني والاسعار الادويه بقت غالية بالفظاعه دي، والادويه المستورده يعني، بقت مثل الواحد مش عارف يشتري. مثل بسيط عندنا، مش عارف اجيب دواء الصداع. لا انا اقول لحضرتك، بقعد بالصداع دلوقتي. المضادات الحيويه دواء مهم جدا وغالي جدا. يعني في المستشفيات بميزانيتها بتقدر توفر، لكن لو قلت لك ان اكتر من 50% قائمه على تبرعات بسيطه من ناس بسطاء جدا، بيخش القصر العيني يلاقي خدمه كويسه، بيتبرع. دكاتره القصر العيني الصغيرين قبل الكبار. بس الادويه دي محتاجه بادجت. ما هي دي اللي بقول لحضرتك، مبالغ التبرعات كبيره. التبرعات المصريين العاديين مع بعض الرجال الاعمال الكبار، لكن المصريين العاديين فعلا الكلمه دي واصله لهم. واحنا محتاج من المنبر بس في بقى نقص في الادويه. طبعا يا فندم، اكيد طبعا طبعا. يعني في ادويه اتشالت من الخريطه.
لا ما اتشالتش، لان الدواء يعني الضروري لازم يفضل موجود. ممكن تختاروا ادويه ارخص مثلا. ما هو ده بقى مهم. لا 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 فندم، ده مهم، ده مهم، وده على فكره توجه دلوقتي بندرسه للطلبه في الكليه. ان هو في دواء مضاد حيوي غالي جدا مستورد، في بديل مصري له، واحنا برضو نبطل نهد صناعه الدواء في مصر. صناعه الدواء في مصر محترمه جدا وفيها تصدير وكويسه جدا. اللجوء للبديل المصري ده مطالب، لان الواحد بيبقى ب 100 جنيه التاني بيبقى ب 30، بس اهتم بالارخص طبعا، بس مش على حساب صحه الانسان اكيد خالص. ده لو في بديل يعني. انا بشكر حضرتك جدا دكتور خالد مكين، وكيل كليه طب القصر العيني لشؤون خدمه المجتمع وتنميه البيئه. ونهارك سعيد يا فندم. احنا في انتظار، واحنا هنتابعكم. احنا منتظرين حضرتك في القصر. احنا هنتابعكم زياره مفاجاه. هعمل زياره مفاجاه. بشكرك جدا. فقراتنا لسه متواصله مع حضراتكم، راجعين بس بعد الفاصل.